مقابلة الربع ستكون مقابلة صعبة صعبة من جميع النواحي، لأنه المنتخبات أو اللقاءات اللي كتجمع دائما يعني المنتخب المصري الجزائري ولا حتى التونسي أو المغربي دائما كتكون صعبة، لأنه تعتبر حنا ديربيات يعني شمال إفريقيا، وحنا نتوقع مقابلة صعبة. نحن هنا كيف ما قلت للاستفادة وللتعلم، وإلا ما كانش مقابلة يعني في المستوى الكبير ويكون فيها يعني واحد الندية وواحد المستوى من التباري، فما تتكونش فيها استفادة تقنية لا لينا حنايا ولا الجانب يعني الآخر. اللي مهم هو أننا نحضروا المقابلة بشكل جيد، وحنا غادي نشوفوا المجريات ديال المقابلة أشنو غادي تعطينا. إذا كنا حنايا قادرين وحضرنا وتعاملنا مع ذوك الجزئيات اللي هي مهمة جدا وتغلبنا عليها او لا استغليناها لصالحنا، فاحنا غادي نكونوا اقرب للتواجد في النصف النهائي. ولكن الى ما كنا باقي محتاجين اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر واكثر، فاحنا غادي نخرجوا غادي نمشيو نشتغلوا. اللي هو مهم بزاف هو اننا نلعبوا بالامكانيات اللي عندنا كامله، يعني خص يكون حضور بدني ذهني تقني وتكتيكي يكون 1000%، وحنا غادي نشوفوا الخصم واش غيسهل علينا الامور يا او لا حنا غنسهلوها على نفسنا، او لا غادي نلقاو صعوبات، وبالتالي هذيك الظروف كل هذه المقابله حنا غنتعاملوا معها بشكل يعني ان شاء الله نتعاملوا معها بشكل جيد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.